السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن موضوع جديد اللي هو ال participation. عندنا نوعين من ال participation، اللي هو أول إشي ال total. ال total يعني كل عنصر موجود بال entity لازم يرتبط بعنصر أو أكثر من عناصر ال entity الثانية، فكل ال departments طالع منهم أسهم، ونفس الإشي ال employee، فبيكون total من الجهتين. طبعا ال total بيمثل عنه بخطين، فعند الديبارتمنت رسمنا خطين، وعند الامبلوي نفس الاشي خطين، يعني هو توتال من الجهتين، لانه كل العناصر بالديبارتمنت ارتبطت مع عناصر الامبلوي، وكل عناصر الامبلوي يعني الكل عمل مابينج مع الديبارتمنت، فما في عندنا هون مثلا اشي زيادة او هون انه مش مرتبط مع حدا. تاني اشي عندنا او تاني نوع عندنا اياه اللي هو البارشل، البارشل participation. هون مش ضروري كل العناصر ترتبط بالريليشنشيب، يعني هون ال S4 وال C2 مش مرتبطين مع اشي، فالرسمة بتكون partial خط واحد. اذا البارشل بنمثل عنه بخط واحد، اما التوتال خطين. ليش partial عند الستودنت؟ لانه مو كل الطلاب سجلوا كورسات، يعني عنا الطالب اللي رقمه 4 ما سجل اي كورس، وهون عند الكورس برضو بارشل. ليش؟ لانه مش كل الكورسات تم التسجيل فيها. الكورس اللي رقمه 2 ما سجل فيها اي طالب، فلما يكون في عنصر مو مشارك بالريليشنشيب بيكون عندنا بارشل بارتيسيبيشن، فهون بارشل من الجهتين. فقلنا التوتال بيكون خطين والبارشل خط واحد. هلا ممكن يكون عندي من نفس الاي ار دي توتال وبارشل مع بعض، فناخذ مثال. هلا هون اداره، انه شو الموظفين المسؤولين او اللي بيديروا قسم معين، يعني مو زي المثال الاول اللي اخذناه. هون عندنا اداره، فهون كل الديبارتمنت طالع منهم سهم، هذا يعني انه كل ديبارتمنت لازم يكون عنده مدير. فبما انه كل الانتيتيز بالديبارتمنت انتيتي سيت مشاركين بالعلاقة، فعند الديبارتمنت بنحط توتال. هون عند الديبارتمنت حطينا سهمين، يعني توتال مو سهم واحد، يعني كل ديبارتمنت له مدير واحد. ليش واحد؟ لانه اصلا يعني كل واحد اجاله سهم واحد، فكل ديبارتمنت مثلا هذا ديبارتمنت اجاله سهم من الامبلوي اللي رقمه واحد، هاد اجاله سهم من الامبلوي اللي رقمه 3، يعني الامبلوي رقم 3 هو اللي بيدير قسم 2، فكل ديبارتمنت له يعني مدير واحد. المهم انه له مدير، يعني ما في ديبارتمنت عندي هون مو مشارك بالعلاقة بالريليشنشيب، فهون عندي توتال. عندنا E2 E4 و E5 مو مشاركين بالعلاقة، لهيك عند الامبلوي بنحط partial participation. ليش؟ لأنه مو كل العناصر هون ارتبطت بعناصر الجدول الثاني، عندنا هدول الثلاث مو مسؤولين عن أي قسم. طبعا بالنسبة للكارديناليتي هنا 1-to-1، يعني إذا لاحظتوا هنا بيكون في سهم عند الجهتين، لأنه عند الامبلوي إنه كل ديبارتمنت كل قسم عنده امبلوي واحد، وهون عند الديبارتمنت كل امبلوي مسؤول عن قسم واحد. هيك بنكون خلصنا النوعين من الـ participation، وفي أمان الله.